Shine. يوي راو انه عنده يعني مسؤوليه وعنده مهمه تترقب فيه في خاصه واحنا على ابواب انتخابات، وهذا محور الاجتماع وكان الانتخابات. وما هي الخطه المشتركه اللي ممكن نوضعوها مع بعضنا لنجاح الانتخابات هذه، مع العلم وان نجاح الانتخابات هذه مش يكون لفائده العائله الديمقراطيه، مش لفائده نيدا تونس وحدها، مش نيدا تونس باش يعني العمل بتاعنا هو نكون اول يعني حزب في البلاد، ولكن في هذا نجاح للعائله الديمقراطيه، مكونات العائله الديمقراطيه. نجم نحكيو على اون رولونس سي محمد الناصر، ولا استجابه لطلب غير مباشر للسيد الطيب الباكوش. نرجعوا احنا على الاشكال اللي صار، نقراو في جريده المغرب الاون نتاع اليوم، الامين العام لنيدا تونس السيد الطيب باكوش يطالب بتجميد عضويته، والهيئه التاسيسيه ترفض، والسؤال هل هو ازمه النداء ام ازمه الباكوش؟ هي ماهيش ازمه في الواقع. سي الطيب في وقت من الاوقات فعلا قدم يعني مطلب في تجميد العمل بتاعه كامل عام، وش يتفرغ ربما العمل الاخر، وتحدثنا في هذا في الهيئه التاسيسيه، وشفنا ان عمليه اول ساعة طول نيدا تونس احنا نجموا نتعاون داخل نيدا تونس، وكلنا يعني متضامنين مع ومازلنا متمسكين به بالاتحاد من اجل تونس. ثم رينا هلا في خروج الطيب في الوقت هذايا، وخاصة ما وقع حول الخروج هذايا من تعليق، وفي الواقع يمس معناها من مصداقية العمل تاع الحزب تاعنا، ويمس معناها من كياننا، ولهذا مضر، ولهذا جوزنا الموضوع هذايا، وبقات الامور معناها سي الطيب بقى امين عام داخل يعني نيدا تونس، والاتحاد من اجل تونس اجتمعوا الامناء الكل، واتفقنا باش نعملوا معناها خطه عمل لمجابهه الانتخابات وللتعاون على اساس او يكون النجاح نجاح الجميع. يعني تمت نوعا ما الاستجابه لطلب سي طيب باكوش واحياء تحالف الاتحاد من اجل تونس، خاطر يبدو انه ازمه الباكوش كما تسمى اليوم اللي انت ما قلتوا تجاوزتوها، هو انه احياء التحالف هذا. هو في الاخراج ربما ظهرت المساله كانه طلب من اما مش طيب الباكوش هو وحده متمسك بالاتحاد من اجل تونس، احنا كلنا متمسكين به، حتى واحد ما قال نهار من النهارات فهمتني ولا، يعني حتى في القرار اللي خذيناه في 15 جوان قلنا فهمتني ولا احنا متمسكين بالاتحاد من اجل تونس، والقوائم نتاعنا حتى كيفاش نقدموها مفتوحه للاتحاد من اجل تونس ولا غيرها من المستقل. رغم اللي سامحني فما شكون قال اللي انه نيدا تونس قال باش نتقدم للانتخابات بقائمات يعني بمفرده مش مع حلفاء نتاع تحالف الاتحاد من اجل تونس، نوع من الخيانه. هذا تعليق بعض الناس، ولكن ما فيهاش حتى خيانه، لان المبدا احنا تعلقنا بالاتحاد من اجل تونس، واعتبارنا ان الاتحاد من اجل تونس يمثل معناها خطوه، ويمثل يعني مكانه مهمه، عنده مكانه مهمه في الاستراتيجيه السياسيه بتاعنا، فهمتي ولا، هذا شيء متمسكين به ونعملوا على تجسيمه في الواقع، خاصه في الظروف هذه بتاع الانتخابات. شنو هما القرارات اللي تم اتخاذها فيما يخص الانتخابات التشريعيه والانتخابات السياسيه بعد الاجتماع هذا لامناء العامين للاتحاد؟ باش ننسقوا معناها العمل بتاعنا، باش نعملوا خطه في انجاح الانتخابات التشريعيه والانتخابات الرئاسيه في صوت واحد وفي اتجاه واحد. واضح. اتجاه اللي ما يكونش اتجاه متناقض بعضه مع بعض. كان فما تخوف من التناقض يعني؟ بطبيعة الحال كان ربما يعني احنا متمسكين بالاتحاد، لكن ربما كانت بعض الناس وخاصة التعاليق البرة فهمتي ولا، كونه ربما الاتحاد وفاء، الاتحاد من اجل تونس انتهى او ما عادش فيه معنى حتى شيء وباش ينشق، ولكن في الواقع ما فماش انشقاق. وتمسك معنا جماعي بهالاتحاد هذايا هو اليوم وقع تسجيله اليوم مره اخرى ومره نهائيه ان شاء الله. هل فما امكانيه انه احزاب اخرى تلتحق بالاتحاد من مفتوح، الباب مفتوح، الاتحاد من اجل تونس ميزان مفتوح
لأحزاب أخرى. كما مثلا المبادرة أفاق تونس هذو ما فما فما المبادرة عبرت على رغبة باش تدخل في الاتحاد من أجل تونس. الرغبة هذه نسمع فيها لها أشهر سي محمد ناصر، أشهر حتى أنه معاش المتابع للشأن السياسي يقول باش يدخلوا مش يدخلوا، شنو اللي صاير مراوغات سياسية هذه؟ مراوغات ما نتصورش، معناها آخر مرة يعني تو بعد أيام سي كمال مرجان معناها اتصل بسي باجي قائد السبسي واكد له هذا، فهمتي ولا الرغبه هذا، وسي باجي جاوبه قال له احنا مرحبا بك، فهمتي تفضل. اما مازال توا رسميا ما تمش هذا. كيفاش تفسر انت هذا سي محمد ناصر؟ ما نعرفش، هو مهما كان سيفا سي كمال معناها ابدا هذا، ولكن هو بنفسه عنده قواعد وعنده مجلس وطني بتاعه ويلزم يتشاور معاه، فهمتي ولا مش عارف شو الاوقاع في وسط المبادره، فهمتي ولا هذا شيء الواضح انه لا معناها اعربوا على رغبتهم ومازلنا التنفيذ لحد الان يعني مازال ما تمش التنفيذ. علاقتكم بالحركه الدستوريه اللي تراسها سي حامد القروي، هل فما مشاورات صارت ما بينتكم ولا ما فما حتى؟ لا ما عندناش مشاورات مع الحركه الدستوريه.